اللقاء. الله على البداية، الله على أصحاب السعادة. كرة يبدو لي أنها عدت خط المرمى وبالتالي يحتسب الهدف، الهدف الأول في هذا اللقاء عن طريق أصحاب السعادة، عن طريق الوحدة. خلنا نشوف مين اللي سجلها، هل كان المدافع الكويتي حسين فاضل؟ قالي سيباستيان تيغالي هو اللي سجلها. عدت الكرة الأخيرة، ما هي واضحة من هذه اللقطة، لكن مساعد الحكم الثاني كان أقرب وبالتأكيد كانت أوضح للصورة، اعتبرها هدف واحتسبها هدف. محمد عدى من الأول، تبدو لي خطير هذه الكرة. كوني الآن تسديد الله على الأسمراني، الله على بكاري كوني، يسجل هدف التعادل أيضا في مرمى الوحدة مثل ما سجل الموسم الماضي. ها هو يسجل الآن ويعادل النتيجة لمصلحة البركان. بكاري كوني اللاعب العاجي، اللاعب الأسمراني، شوف الكرة وشوف المحاولة، حطة ما كانت قوية لكن في الزاوية، وبالتالي هدف التعادل. هدف التعادل حاول فيها عادل الحسني لكن ما قدر عليها، وبالتالي الهدف الأول. هنا الكرة تلعب في الجهة اليمنى، مسعود يحاول، ممكن عرضية مثالية، بالفعل عرضية حاضرة خطرة. الله على البرتقالي، الله على الانقلاب، الله على الثنائية، الله على العاجي، الله على 2-1، الله على الأسمراني المبدع في مباراة اليوم. مبدع بكاري كونيه، ايه اللي بتعمله ايه يا بكاري كونيه؟ شوف الهدف الثاني، شوف العرضية المثالية مسعود، يا سلام، حلوة بالرأس هذه، حلوة كانت الرأسية. جول ثاني للبركان، جول ثاني لعجمان، جول ثاني عن طريق الفنان، عن طريق العاجب. عادل الآن ممكن يرفعها، بالفعل مرفوعة هذه المحاولة الوحداوية بالرأس، لا زالت داخل المنطقة. الشح يحاول أن ينزلها، بالفعل نزلها. جول التعادل لأصحاب السعادة في هجمة مفاجئة، في محاولة يتعادل الوحدة الآن. وفرحة إسماعيل مطر، وفرحة فريق الوحدة بقيادة المهاجم سيباستيان تيغالي. خلنا نشوف مين اللي سجله، هو اللي سدد، اصطدت بمن يا ترى؟ إذا اصطدت في داميان دياز هو اللي سجل الهدف، تيغالي اللي سدد واصطدت في دياز، تغير اتجاهها ويأتي الهدف. مع هدف اليوم رفع رصيده لخمسة أهداف وتساوى مع إبراهيم التوري ثاني الهدافين، بينما المركز الأول يغرد بعيدا عن السرب. هنا الكرة الآن بالرأس تتنزل، الله الله على هذا اللقاء، الله على هذه المباراة، الله على مباراة الأهداف الغزيرة. سواها عجمان، سجل الهدف الثالث، سجل الثلاثية من بعد تعادل الوحدة بشكل سريع. ها هو الرد الأسرع، الرد الأقوى. شوفه في الإعادة، نزلها مسعود، بعد ذلك عبد الله صالح في المرمى، كان فيها مطالبة بلمسة يد، لكنها ما هي واضحة في هذه الإعادة. هدف يحتسب لمصلحة عجمان، أيضا يشترك فيه مسعود، بعد ذلك عبد الله يحط. هنا الكرة الآن داميان دياز، ممكن من خلاله تسديده، لا زالت الهجمة. عاد أصحاب السعادة، عادوا إلى النتيجة الثلاثية عن طريق الشحي. الهدف الثالث محمد الشحي سواها، الله على العودة، الله على الهدف الثالث. تسديدة قوية من دياز، بعد ذلك في الجهة اليمنى تتيا من عامر، ومحمد الشحي يستقبلها في المرمى. جول ثالث للوحدة، وثلاثة ثلاثة